سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل عن زلزال سوريا. وجهت الفنانة سوزان نجم الدين الشكر لمصر وجهودها في المساعدات لأزمة زلزال تركيا وسوريا واللي أسفر عن العديد من الضحايا والدمار، وأضافت إن المشهد كان مأساوي لأنه دمار شامل وإن في مدن كاملة اتدمرت وفي أسر اتدمرت كلها وفي ناس منهم عاشت، ولكن الوضع صعب جداً.